إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا ونبينا وحبيبنا 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 وراحة قلوبنا وسرور أرضانا وصافر ومغفرنا وداخل العالم وداخل العالم وداخل العالم ومهدنا وعطينا ونواب الله محمد عليه وأصحابه أجمعين اللهم مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات يا إلهي وكن مدى هذه الفتحات اجعلنا مفتوحين على عباد الكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي خذنا من الآفات والبريات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإرشاد والسلام ربنا اجعل لنا من لدنك وليا ربنا اجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحجر ربنا آت كتابنا وكتابنا وبائنا ومحاتنا وأمينا ربنا حب لنا من أمرنا ورشدا ربنا حب لنا من أمرنا ورشدا ربنا حب لنا من أمرنا ورشدا آتنا ونياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت حبيبي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد بلغنا بروح الصيام لا تريد جو بفضلك وعديدك العال أن جماعة ديارنا من التوقعات السفرى ميلاد اللهم ارحمنا حبك وحب نبيك العالى وحبنا من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيب عن قلبك رحمة الحاكمين اللهم يسر سبيلك على بيت نبيك العالى وعلى بيتك الحرام محمد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا الجنة وغير الإحسان يا كريم كرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو خطے قرآن پاک جو ہوا اسے اپنے حبیب قبول فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے والد شیطان کریم کے درجات کو بے پناہ بلندی عطا جو بھی اس رمضان مبارک آزادی محترم کا سال بھرتا ہے کریم کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے راضی محترمہ کے درجات کو واپس دوست والا بتاؤں صاف کریم کرم فرما فات کا پڑھنا قبول فرما کریم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے کرو
آمین. آمین 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 آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، انت ناصرنا، انت هادينا، انت واشرنا، انت دليلنا، انت ولينا، فهم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تبتلينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وكفر لنا سيئاتنا، وخذ لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، انت الوهاب، انت الوهاب، انك نبي سيد الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلق الامير ارشد محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا رسول صلى الله عليه وسلم.